اخبار يا ابو ضايش؟ شو بتشتغل؟ بس شاي دخيل العين. ايه بامرك حبيبنا اللزق. اهلي عمي ابو حاتي. ايه يا ابو ضايش اللي صاحبك فياض مين اللي داش علينا؟ شو بعرفني؟ علمي علمك عمي ابو حاتي. ايوه علمي علمك يعني ما بتعرف ما صاحبك على طول انت وياه لازقين لزق ما بتعرف؟ قلت لك علمي علمك وش كان كنت بعرف ما كنت خليته مو انا اللي بخليه. ايوه ما كنت خليته. ايوه معلوم ما كنت خليته. ليش انت بتهون علينا عمي ابو حاتي؟ تسلم يا مطاي. لاما اذا كاش فيني ليه ساكتي؟ معناتها مو كاش فيني. بس اذا مو كاش فيني لازم نلاقي المصاري من كلمت حاجة بقى. حاش واوي حسب أمني Cet homme m'énerve. Il est chrétien, il doit être avec nous. Mais lui, il se prend pour un Syrien avant tout. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai augmenté le nombre de militaires. سيد علت من جماعة الكتلة والعسكر بعد حفل التأمين. مرد مرد كاس تو في لا على حيل على كوبا سوسيو. الو باس موا مسيو لو كوميسير. الرجال فزع يا رجال فزع يا رجال فزع فزع يا رجال. شوفي بشير شوفي على قد عصام عليك. لك بين مين ومين فهمنا؟ اهدى شوي اهدى. فرنساوي هجم على جماعة الكتلة الوطنية اللي جايين يشاركوا بحفل تأمين هلانو. يا لطيف روح خبر أبيب. يا رجال يا رجال جمعوا حالكم خلينا نروح نساعد جماعة الكتلة الوطنية. يلا يا رجال يلا يا رجال. وينو أبي؟ ليكو جوا شوفي عصام. يا أبي شباب الآن بالشام بين الكتلة والفرنساوي وأهل الحارة هلأ نازلين على الشام. شو لك؟ يلا 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 من عمي ديروا بالكم الله يقويكم. يا محتل برا برا يا محتل برا برا اطلع من هالأرض الحرة اطلع من هالأرض الحرة. يا محتل اطلع اطلع يا محتل اطلع اطلع أرض الشام ما بتنباع أرض الشام ما بتنباع. يا محتل اطلع اطلع يا محتل اطلع اطلع كل حارات الشام نزلي. عيب علينا نترك اهل بلدنا لحالهم بهالمعمعه هي. قولوا الله يا شهاد. يا مستعمر برا برا يا مستعمر برا برا ارحل على هالارض الحره ارحل على هالارض الحره يا مستعمر برا برا يا مستعمر برا برا. يا سيدي هالحارات طايشين وطلع خلوه كله ايش وبدك ريش؟ قال شو بدهم ينزلوا على جامعه دمشق يطلعوا مظاهره من هنيك؟ شلون سيدي؟ يا سيدي ما عندي عناصر وعفو بشون انا. طيب حاضر سيدي على عرسي احترامي الله معكم سيدي. اسكم حاضر وزع
الحراسة حوالين المخفار، ما بدي الطير يوصل لعندي، شو فهمت مني؟ إنه الطير ما يصل لعندك. تحرك! تحرك يا ابني! أنا رح أفتح الباب. يلا يلا. مين؟ أنا افتحي. أهلا وسهلا تفضل. سعاد هون؟ إيه إيه جوا. شو بدنا نضل قاعدين هيك بالبيوت؟ الرجال كلها نزلت، ونسوان العمارة نزلت، ونسوان الميدان كمان كلها نزلت، ونحن شو قاعدين عم نعمل ببيوتنا؟ شو يا سعاد خانو؟ الرجال مو أحسن منا، نحن نسوان الشام على سن ورمح. ايه ولك أختي، البلد لازم الكل يوقف معه، رجالة ونسوانة وحتى أولادة. سبقونا أنتو، وأنا ودلال لاحقينكم. خيرية، ضلي مع نادية. يلا يا مدلال، يلا. أنا سيدي، أنا جيب نادية مرت شوكة لناديلي من بيتها على المخفر. يا سيدي والله أهل الحارة يعني هاي كبيرة كتير. حاضر سيدي، حاضر سيدي، تبر سيدي، احترامي. الحما ضربه الكومندان، يخرب بيته. لك شلون بتجيب حد من بيت جوز على المخفر؟ لك و... قال شو؟ قال بينقلني برات الشام يلعن ابو هاللقمه مغمسه بالدم. حمد الله، الله يشدني من هالليله. عملتك هاي لك ابدر ما بيعملها الا واحد من بلده اصيل رجال من ظهر رجال. الله يخليك اياك يا ابو عصام، والله انا ما عملت غير واجبي، ما بدي اشكر على واجب. نحن مو جايين نشكرك عمي، نحن جايين نطمن عليك بس. لك بري عليك يا بدر، انت اللي عملته رح تضل حارة تحكي فيه طالما فيها ناس عايشه. والله ما عملت غير واجبي يا جماعه. كتر خيرك يا ابو بدر، انت حميت شرفنا وعرضنا. ايه. ليش هيك عم تحاكوني يا الحارتي؟ ليش عم تحسسوني اني غريب عنكم؟ الله يسامحك يا ابو عصام، الله يسامحك. كل عمرك هيك بتعاملني. ولو لك ابو بدر والله ما بشيل من واجبك. الله يخليك يا ابو عصام. أنا ابن هاي الحارة، أنا ولدت تربيت فيها، وشرفها من شرفي، وعرضها من عرضي. الله يوفقك يا أبو عصام، إذا بتعزي وإلي مكاني عندك، رجع بصياتك. وانت ما بدك بأمرك. إيه نبي يقول؟ أخي معتز، نحن ما كان لازم نطلع من الحارة. يعني بلكي رجع الفرنساوي. الفرنساوي ما رح يرجع، وابو عصام اكد على هالشي. حكيك مزبوط عقيد، عمي ابو عصام عمل زينة العال وقال احملوا حالكم وارجعوا. لازم نحتمي بشي مكان قريب من الحارة، منشوف شو رح بصير، واذا لزم الامر منتدخل. خفت عليك كتير، خفت اني ما عاد شوفك بعد ما اجا ابو جودات، لاني بعرف انه هو جاي مشاني. خير ان شاء الله، ليش حتجي مشاني؟ ما فضل كوموندو ما رح يهدى لحتى يمسكني. لا بعد اللي صار اليوم خدي مني، كل شيء رح يتغير، كل شيء. مستحيل مستحيل يهدى قبل ما يمسكني. الايام جايه، الايام جايه، لنشوف شو حيصير. الايام جايه شوكت، خليني ارجع على فرنسا، بركي اذاك بسببي. شوفي انا بدي منك شغله واحده وبس، ما بدي غيرها. شو بدي اياكي؟ ترجعي بس ما بعرفك اول، تتعافي ترجعي تقوي، ترجعي تعرفي تحبي. عرفتي يا نادية؟ يعني سامحتني؟ ايه سامحتك. قوم روح لعن نادية، نادية تعبانة كتير وحاجتك. نادية بحاجتي بس أنا بحاجتك.